Gaza never again constitutes a threat to Israel, and restoring our residents securely to their homes in both the south and the north. Now, the Prime Minister's statement last night at 10 past 8 p.m. He made a statement about the current situation. The full statement is available on his website, but just a couple of points that I want to share with you now to highlight. The Prime Minister made clear هناك بعض النقاط التي أريد أن أشير إليها. من الواضح أن إسرائيل تخوض حربا مع محور الشر. وستستهدف المواقع والمنشآت والمخازن العسكرية لهؤلاء. أبرز عناصر أبرز المواقع التي تستهدفها إسرائيل لحزب الله والقادة أيضا من هؤلاء. ونؤكد أيضا أن محمد ضيف قد قتل. كما قامت إسرائيل باغتيال القيادي في حزب الله. وتؤكد أن كل الأجهزة الأمنية تعمل من أجل دقة عملياتها في كل الجبهات. وهذا الشخص كانت الولايات المتحدة قد وضعت ملايين الدولارات من أجل القضاء عليه. وكان أبرز المنسقين بين إيران وحزب الله ومسؤول عن المنظومة الصاروخية في حزب الله بما في ذلك الصاروخ الذي أصاب مجد الشمس وقتل 12 طفلا درزيا. وهذا ما شاهدته بيوم. رئيس الوزراء قال بأننا صفينا الحسابات مع محسن، حاله حال كل هؤلاء الذين يهاجمون أو كل من يقتل أطفالنا ومواطنينا ويهاجم دولتنا سيدفع الثمن. الآن نظرا إلى المستقبل، رئيس الوزراء قال بأن أمامنا أيام فيها تحديات. لقد تلقينا تهديدات من كافة الجوانب. رئيس الوزراء أوضح، وهذه النقطة الأساسية هنا التي أود أن أشاركها معكم قبل أن أجيب عن أسئلتكم. إسرائيل مستعدة لأي سيناريو. إسرائيل ستقف متحدة وعازمة ضد أي تهديد. إسرائيل ستفرض ثمنا باهظا على أي اعتداء ضدنا من أي جانب. إسرائيل، وعلى الرغم من أن لدينا ارتباط عمره 3000 عام، لأن دولتنا تأسست قبل 76 عاماً كملاذ آمن لليهود من كارهية اليهودية واليهود والإسرائيليين العرب والمسيحيين والدرز وكل من يعيش هنا بسلام في إسرائيل. ولكن لا أحد يجب أن يخطئ الظن بأن ذراعنا الطويلة ستنال وتطال أي شخص يتسبب بالأذى لشعبنا. وأخيرا تحديث من كوغات وعملهم بتنسيق المساعدات إلى غزة خلال 24 ساعة الماضية. 173 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية دخلت إلى غزة، 153 منها عبر معبر طول الكرم، وشاحنات اليونيسف حملت مواد الغذاء إلى الأطفال عبر البوابة 96. فيما يخص جمع الشاحنات، جمعت من القطاع الخاص من معبر الكرم و29 شاحنة من قبل المنظمة الأممية، وأكثر من 100 شاحنة تنتظر لاستلامها من جانب غزة من طول الكرم من قبل الأمم المتحدة الضعيفة وغير متمكنة. الغاز نقل إلى غزة وصل أكثر من 45,000 شاحنة، أوصلت 1,146,000 طن
من المساعدات الإنسانية دخلت إلى غزة. 80% من الغذاء أكثر مقارنة بما قبل 7 أكتوبر. هذه نهاية حاطتنا اليوم، والآن سأجيب عن أسئلتكم. شكرا. السؤال الأول من فريد إيجر. علي خامنئي أمر بهجوم مباشر على إسرائيل بعد اغتيال فشكر محمد دايد وإسماعيل هنية. إيران ووكلائها على الأرجح سيطلقون حملات عسكرية ضد الأهداف العسكرية والمدنية. ما هو درجة الجاهزية لإسرائيل وحلفائها لهجوم منسق آخر مشابه لما حصل في 13 من أكتوبر؟ ما هي توجيهات رئيس الوزراء الأمنية للمواطنين الإسرائيليين؟ شكرا لسؤالك فريد. أعتقد أنني أجبت عن هذا السؤال عندما أشرت إلى كلمة رئيس الوزراء في كلمتي يوم أمس، والكلمة كما قلت متوفرة في موقع رئيس الوزراء، ولكن يكرر نقاط رئيسية وهي أن إسرائيل مستعدة كل سيناريو. نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا، وحلفاؤنا سينضمون إلينا في الدفاع عن أنفسنا. لقد أوضحنا عن ذلك. فيما يخص التغييرات للمواطنين الإسرائيليين، لم تحصل أي تغييرات، ولكن يجب كنا مواطننا على اطلاع لأي توجيهات. كما هو الحال دائما وكما ذكرت، لم تطرأ أي تغييرات على التوجيهات الحالية للمواطنين الإسرائيليين. السؤال التالي من جول بوك. هل هنأت أمريكا إسرائيل على التخلص من الشكر؟ شكرا لسؤالك. لم أطلع على شيء من هذا القبيل، ولكن لك أن تقرأ تعليقات أو كلمات ألقاها أو ذكرها وزير الخارجية بلينكن. أعرف بأنه أشار إلى التخلص من الشكر، وسمعت يقول ذلك، ولكن لمعلومات إضافية فعليكم أن تطلع على ما قاله وزير الخارجية بلينكن. ليس لدي معرفة أو معلومات إضافية عن ذلك. ثانيا، هل ستحصل إسرائيل على المكافأة 5 ملايين دولار مقابل فات شكر؟ نفس الفكرة طرأت على بالي، ولكن قواتنا المسلحة وطيارنا وبقية الخدمات الأمنية الإسرائيلية وقوات الدفاع تتحلى فقط بالمهنية والمسؤولية بأسلوب عملهم، ولا يطابق ذلك إلا كل الأمهات والآباء والعائلات وأصدقائي الجميع في قوات المسلحة الذين يرسلونهم في وجه الأذى للدفاع عن هذه البلاد. هذا كل ما أستطيع أن أقوله. ثالثا، هل إسرائيل لديها أي رد لإلغاء رحلات من قبل الخطوط الجوية الأمريكية؟ ليست لدي أي معلومات عن ذلك. اطلعت على هذه التقارير، ولكن ليس لدي أي معلومات أشاركها من مكتب رئيس الوزراء فيما يخص تلك الرحلات. كل دولة بالتأكيد ستجري تقييماتها حسب مصالحها وبالشراكة مع إسرائيل، وهذا الأمر يعود إلى الدول الأخرى لإجراء تلك التقييمات. السؤال التالي، ما هي الاستعدادات للسكان لاحتمالات الهجوم المباشر وآثاره؟ هذا بالتنسيق مع الحلفاء. شكرا لسؤالك. في كلمتي أشارت إلى كلمة رئيس الوزراء التي ألقاها من هنا ليلة أمس، فقد أوضح أنه لم تطرأ أي تغييرات على توجيهاتنا هنا، ولكن يجب أن تكون على دراية بها في كافة الأوقات إذا ما طرأت أي تغييرات. ولكننا مستعدون ومقتدرون، هذه الدولة مستعدة ومقتدرة وقادرة على الدفاع عن أنفسها في وجه أي تهديد. مسؤولية الأساسية لأي حكومة، ناهيك عن حكومة إسرائيل الموكلة لها من قبل الشعب، هي الدفاع عن مواطني هذه البلاد. هذا واجبنا، ونأخذ هذا الواجب في غاية الجد، ودائما نمد أيدينا للسلام أولا، ولكن الدفاع عن هذه البلاد يأتي
التي في المرتبة الأولى، ولا أحد يجب أن يكون لديه أدنى شك عن عزيمتنا للدفاع عن أنفسنا. من أينما جاء التهديد، وأود أن أكرر، نحن مستعد بأشكال شاهدتموها، ورئيس الوزراء وزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش أوضحوا أيضا أننا مستعدون بأشكال لم تشاهدوها بعد. السؤال التالي، الدكتور أبي كورب، هل لك أن تتحدث عن مفاوضات الرهائن؟ نعم. فيما يخص المفاوضات لاتفاق إطلاق سراح رهائن، آخر معلوماتي أن حماس مستمر برفضها كما فعلوا طوال الوقت للتوصل إلى اتفاق، ومستمرون بتغيير فقرات الاتفاق وبتكريس نفسها بمطالبها غير المعقولة. وكتذكار، فإن الإطار الذي اتفق عليه إسرائيل ودعمه رئيس بايدن يهدف إلى تمكيننا من استعادة رهائننا من دون إعاقة الأهداف الأخرى لهذه الحرب. ومرارا وتكرارا قادة حماس هي التي منعت التوصل إلى اتفاق، وإسرائيل لم تغير ولم تضيف أي شرط لهذا الاتفاق، وإلى الآن حماس هي التي طالبت ب 29 تغييرا، ما لا يقل عن 29 تغييرا، ولم ترد على الاتفاق الأصلي. آخر ما تعمل بها ضد حماس تعني أننا نفرض الضغط عليهم التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق سراح رهائن. هذا الضغط العسكري ضد حماس ليس ضد السكان غزة، بل ضد قادة حماس، والذي سيدفعهم إلى طاولة المفاوضات لتوصل إلى وقف إطلاق النار مؤقت لإطلاق سراح رهائن. بعد 300 يوم إسرائيل تخف ملتزم بمبادئها حسب الاتفاق الأولي، وتحسن سيطرتها على ممر فيلادلفيا ومنع مرور الإرهابيين عبر هذا الممر، بالإضافة إلى الأسلحة وهي المتنفس لحماس والذخيرة لشمال قطاع غزة. في هذه المفاوضات نحن نصر على مطالبنا الأساسية وخيار العودة إلى القتال ما لم تتحقق كافة أهداف الحرب، ومنع تهريب الذخيرة من مصر والأشخاص من هناك إلى قطاع غزة، ومنع عودة آلاف الإرهابيين المسلحين إلى شمال قطاع غزة، و تحسين أوضاع الرهائن على غير الحياة من قبضة حماس. نحن نصر أن هذا لن ينتهي إلى أن تتحقق أهدافنا. شاركت معكم أهدافنا في هذه الإحاطة. أي سؤال آخر؟ من جيم ويليامز، ليس سؤال بل توضيح. سؤال جول بولكس، طلبت من متابعة موقع وزارة الدفاع. الوزير أوستن حيا الجيش الإسرائيلي على دقته وقدرته للتخلص من هذا الرجل الشرير الذي قتل الجنود الأمريكيين. شكرا لهذا التوضيح، أنت محق تماما. أعذرني لعدم توضيح ذلك في الإحاطة. لقد سمعت الوزير وزير الدفاع أوستن يلقي هذه الكلمات كما عبر عنها بنفس الشكل الذي انضمت فيه أمريكا مع إسرائيل للدفاع عن هؤلاء الأشخاص. 350 صاروخا باليستيا والمسيرات الانتحارية من إيران وهجمات أخرى من إيران التي كررت أمريكا أنها ملتزمة مرة أخرى للدفاع عن هذه البلاد. هذه الشراكة بين بلدينا هي عامل أساسي ليس فقط لسلامة إسرائيل بل أمريكا أيضا. نحن نعيش في نفس المنطقة التي فيها إيران، ونحن نواجههم بشكل مباشر، ولكن لسنا